مشكلة النفايات معضلة تزعج المعنيون، فلا الكوادر ولا الآليات العامة كافية لجمعها وإعادة تدويرها ووقف هذه المكره الصحية التي تحدث بين الفترة والأخرى. التفاصيل في التقرير التالي. كان من المؤلم أن تذهب هذه النفايات لمصنع إعادة التدوير الذي أنشئ في محافظة معان قبل نحو 9 سنوات، لكن ذلك لم يحدث وسط استمرار التعامل مع النفايات الصلبة بالأساليب التقليدية. عندنا طبعا الدعشر ضاغطة تقوم بجمع النفايات والذهاب بها إلى المكب، تمام، اللي هو النقطة المركزية عندنا، تقوم على جمع 70 طن من مدينة معان، ونقوم بالطمر، عملية الطمر والطمم عليها للتخلص من هذه النفايات. طبعا هناك دراسة إن شاء الله مستقبلية لتفعيل دور المصنع عندنا في مدينة معان، وإن شاء الله تعالى سيكون هناك أيضا خطة للتعامل مع النفايات الصلبة وعملية التدوير. يوجد لدينا محطة فرز في موجودة بجانب مكب النفايات المركزي، تم إنشاؤها في 2012 ولكن لم يتم استغلالها لغاية الآن. ببلدية معان نقوم بجمع النفايات بشكل يومي على مدار الساعة، حيث يتم توزيع العاملين على المناطق المخصصة لهم وجمع 70 طن تقريبا يوميا، ويبلغ عدد العاملين في بلدية معان موزعين على أحياء المدينة تقريبا 40 عامل، وعمال الضاغطات تقريبا 32 عامل. احنا قاعدين نجمع حوالي 18 طن نفايات يومي من عند، طبعا من عند مدخل معان الرئيسي اللي هو إشارات ضوئية لغاية دوار العقبة. 300,000 دينار كلفة مشروع مصنع تدوير النفايات الصلبة في معان، مشروع متعثر يعكس سوء الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الذي يحافظ على التوازن البيئي في المنطقة والحد من الاستنزاف المواد الطبيعية والبيئية، إلى جانب المساهمة في التخلص من النفايات ومعالجة أثرها البيئية وتوفير مصدر دخل دائم للبلدية وإيجاد فرص عمل.